أكثر من 50 مصورا من السلطنة ومن 7 دول عربية أخرى أطلقوا العنان لعدسات التصوير في جولتهم السياحية بربوع ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية. توجهوا مباشرة إلى بيت الصفا وسط الحارة القديمة بالولاية، حيث حول المواطنون هذا البيت التراثي إلى متحف تاريخي ضم بين جنباته الكثير من المقتنيات التراثية التقليدية التي تعبر عن الماضي العريق للولاية. المصورون استمتعوا كثيرا في جولتهم وسط الأزقة القديمة للحارة، وشاهدوا عن قرب الأفلاج التي تروي الولاية، وتفننوا كثيرا في تسجيل أجمل اللحظات ليخرجوا بصور تحكي هوية وحضارة المجتمع العماني الضارب بعمق في جذور التاريخ. والله أول شيء نحب نشكر شعب عمان على الاستقبال الطيب. طبعا احنا من محبين التراث والأشياء الشعبية، غالبا احنا دائما نسمع عن عمان ان هي يعني منبع لهذا التراث ويحافظون على هذا التراث. سمعنا كثير عن بيت الصفا فحبينا نزوره، رتبنا زيارة احنا كجروب عائلة انفوكس، رتبنا رحلة هي بسيطة حاليا لمدة 2 يوم وان شاء الله راح تكون اكثر، بس عشان نزور هذه الولاية الحمراء وبيت الصفا، وان شاء الله راح يعني نغطي المكان بصورة جميلة اكثر مما هو جميل. طبعا ما الذي ستنقلوه بعدساتكم؟ والله حاليا احنا عجبنا مثلا منظر الشياب والرقصات الشعبيه والمبارزه بالسيف، الحلوى العمانيه، البيوت التراثيه القديمه، هذه ان شاء الله كلها راح نغطيها في رحلتنا هذه. والله هذه هي الزياره الثانيه، الزياره الاولى كانت العام الماضي شهر نوفمبر، انبسطنا بالمكان والمكان جميل وفي تراث وفي عراقه، وف من دعونا للزيارة هذه استجابينا رأسا، لأنه راح يكون أكيد لقاء مع مصورين من دول خليجية أخرى، فلقاء جميل جدا وإن شاء الله ننقل صورة جميلة وجيدة ونزيد من الزيارات هذه. الفنون العمانية المغناة التي ظلت محتفظة بطابعها التقليدي التراثي، والفرسان العمانيون وهم يمتطون صهوات جيادهم، مشاهد حية مثلت لهذه المجموعة من المصورين لقطات نادرة وصورا رائعة. هي إذن ولاية الحمراء بجمالها وتراثها وتاريخها، شأنها شأن ولايات السلطنة الأخرى، تمثل جميعها نقاط جذب رئيسي على الخريطة السياحية للسلطنة، وتستهوي من يبحث عن جمالية الصورة وروعة المكان وسخاء الإنسان.